صباح الخير أحبابي، صباح النور، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. صباح الخير والرباح، صباح النور على أنغام أم كلثوم. أنت عمري ايوي شتي جمال الكلمات، يا سلام. تصنت هذه الأغنية ألف مرة وما تملش منها. علاش؟ لأنه كلمات شعر جميلة جدا. تمتع معي أحبابي، تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتصنتوا لهذه الصباحيات معايا في هذا النهار الجميل إن شاء الله يدخل علينا بالخير والسلامة والتيسير والأمن واليمن والبركات والصحة والعافية ورفع لهذا الوباء وهذا البلاء يا رب على أمة سيدنا محمد أينما كانوا، بالصحة والراحة في طوركم. اللي تيفطروا بالصحة واللي غادي للخدمة الله يسهل عليه، واللي مريض الله يشافيه، واللي مازال ما فاقي سمعنا نقول لك غير تصنت لي من بعد الفيديو ديسبونيبل سير ماشين يوتيوب. أحبابي، إن المبالغة في حسن الظن تعد من الغباء، والمبالغة في سوء الظن تعد من الأذى. بزاف كيتسألوا كيقولوا علاش المبالغة في حسن الظن تعد من الغباء، لأنه حسن الظن بزاف تاني يعد من الغباء. لهذا اجعل حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية. من فهاد اللحظة هادي أنا مداوياش مع هادوك اللي تيقول لك حويجي تنشك فيهم. هو أخي لك أنت حويجك شك فيهم، لو أن تيابك يعلمون لجعلوك تمشي عاريا في الشارع حتى تتأكد أنك فعلا تشك بهم. حبابي دوين على هادشي، باسكو هادشي ولا بزاف لي دويتي معاه ما كيشك ما كيتيقش، لا بنت لا راجل لا مرأة لا كل شيء. ما عرفتش انا هاد الناس كيفاش تيعيشوا، واش اصلا انت لا ما تيقش في راسك، ما تيقش في الحوايج اللي لابس، وما تيقش في المشيه ديالك، ما تيقش في الهضره ديالك، ما تيق في الكينونه ديالك كأنت او كذكر. فلماذا انت متواجد على هذا الكون؟ يعني سول راسك واحد السؤال بسيط، ولكن انا عارفه راسي علاش كاينه. كاينه باش ندير لكم هاد الصباحيات الزوينين. صباح النور. والله العظيم اللي كيهمني في هذا الشيء كامل هو هذا الضحك اللي ضحكتو دابا وانتم كتسمعوا لا فيديو ديالي. كنبغيت نقسم معكم لحظات زوينين وفيهم الافاده او ميم طون، لانه الله يفيقنا بعيوبنا ويفيق جميع الناس اللي كنتعاملوا معاهم واللي كيسمعونا من قريب ومن بعيد، ونجعلوها حاجه زوينه كنديروها في حياتنا. كنتوحشكم بزاف 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 من هذا المنبر، كنقول لكم نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، تبارك الله عليكم، في امان الله.